مشاهدينا الكرام، مشاهدي مصر اليوم في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، وتغطيه جديده من محافظه الشرقيه وتحديدا من مركز مدينه ابو حماد. النهارده جايين بنقدم خالص العزاء والمواساه لاسره الفقيد الى رحمه مولاه الشاب محمد عادل عبد اللطيف. محمد عنده 20 سنه، شاب في ريعان شبابه بيسعى لاكل عيشه، يمكن هو وحيد والديه. يعني محمد اتخذ غدر رحمة الله عليه، كان بيتمتع بالطيبة ودمسة الخلق، يمكن كانت جنازته ومشهده مشهد طيب. الجميع هنا كان بيشارك، يعني الآلاف من أهالي المدينة وأجوارها الكل كان بيشارك في تشييع جثمان هذا الشاب الفقيد إلى رحمة مولاه. بنسأل الله العلي العظيم له الرحمة والمغفرة. يعني محمد اتقتل على يد عاطل، زي ما بيقولوا الأسرة إن هو راح غدر، ويعني الأسرة المكلومة لا حول لها ولا قوة. ربنا يصبرهم ويصبر الأم ويصبر الخالة، الجميع هنا حتى الأصدقاء والزملاء وكل الناس هنا كلها في حالة حزن شديد، وبتخيم أو بيخيم الحزن على أرجاء المنطقة بالكامل. مشاهدينا الكرام، احنا معانا النهاردة أسرة الفقيد. نتعرف بحضرتك؟ أنا أم محمد روية صالح. البقاء والدوام لله. يعني كلميني كده عن محمد في البداية. يعني محمد كان طيب وكان حنين وكان كويس وكان بيحب الدنيا كلها وبيحب الناس كلها، وكان حنين معايا ومع اخواته. سته اللي مربياه وهو عنده سنة. ولد كان كويس جدا وكان طيب، وكانش بيسيب الكبير ولا الصغير، في عزة تلاقيه في فرح تلاقيه، الدنيا كلها بتحبه. مشهد جنازته يتكلم الناس كلها بتتكلم. هو كان بيشتغل في الأول مع خلانه في البلاط في السيراميك، وبعد كده بقى يشتغل في السوبر ماركت. ده بقى له كام سنة في السوبر ماركت ده، يعني بيسعى لأكل عيشه، عايز يجيب لنفسه لبس. والده وكان نضيف. متوفي من امتى؟ هو عنده سنة، ناشي يعني سنة. والده توفى وهو لسه عنده سنة، يعني هو عاش يتيم. عايش يتيم طبعا، طول عمره معانا هنا يا حبيبي رحمة الله عليه. الدنيا كلها ابهاته. اخر مرة شفت فيها محمد قبل الواقعة بتلت ساعة، نص ساعة، ما كملش نص ساعة، جالي يخبط، طلع في اكل، قلت له في اكل كذا، قال لي لا مش عاوز، هات لي شندوتش. قلت له طب هطلب لك شندوتش، طب اطلبه لي على ماجي. نزل عند خالته وخد منها، اديته تفاحة، خد قضم التفاحة ومشي. ساب لها البطاقة ومشي. بعد تلت ساعة لقيت حد بينادي عليا، يا تاتو يا ام محمد، ايه ده الولد ايه، ابنك متعور في المستشفى. انت جامد يا ابني، في حاجة؟ الا ما فيهوش حاجة. رحت لقيته ميت، رحت لقيته جثة، لقيت الدنيا كلها عنده في المستشفى، الدنيا كلها زعلانة عليه، حريم وبنات صغيرة ورجالة كبيرة وشباب صغيرة، والدنيا كلها الناس من كتر حبهم فيه مش قادرين يدخلوه التربة. الشباب مش قادرين يدخلوه التربة. يعني الشباب مش راضيين يدخلوا ابن التربه من حبهم. والرجال قاعد تشد في الشباب ويضربوا في الشباب عشان الولد يخش، مش عاوزين يخش التربه. مشهده يتكلم، الناس تتكلم، الكبير والصغار حزين عليه. يعني انا والله ما مصدقه ان ابني راح، الله يرحمه، والله ما مصدقه ان ابني راح. حاسه ان انا في كابوس، والله العظيم حاسه ان انا في كابوس ومش هشوفه تاني يا حبيبي. هو اللي عيلتي، والله ما عيلتي الا هو وعدت الولد ده. الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك يا حبيبي، ربنا يرحمك ونقول لك قبرك يا حبيبي. انا عاوز حق، انا عاوز حق. طيب دلوقتي هل في خلافات ما بينه وبين الخلافات مع جوز الام من 4 سنين؟ ابني ملوش دعوه. ولو في ايه ما يعملوش فيه كده حضرتك، يعني لو في ايه يطبعوه عيل زي كده ليه؟ يعني هو بعيد عن اي خلاف وبعيد عن اي حاجه، هو ملوش دعوه بيهم اصلا الناس دي. يعني ولا صاحبهم ملوش دعوه، ملوش ذنب، صحابه كلهم ناس محترمه ولاد ناس، ومن ناحيه المحطه ومن ناحيه الحاجات دي ما بروحش الناحيه ده اصلا. تلاقي بس الشارع ده اصلا العمومي دوت بتاع الحته كلها. نجيب اكل، نجيب فاكهه، نجيب اي حاجه، لازم نمشي من الشارع ده، لازم 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 يا حبيب امك. قتلوه، ذبحوا غدر. ابني ملوش دعوه، ولو في مشاكل ابني يجيبوه فيها ليه؟ ما توصلش لكده يعني. لا ما توصلش طبعا، لا ما توصلش. ابني بعيد عنه، ملوش دعوه بيهم خالص. ابني ملوش دعوه، ولو في اي حاجه حتى بعيد عن جوز الام، ابني يدخله في حاجه زي كده ليه؟ من 4 سنين يجيبوا ابني انا ليه؟ ربنا يحرق قلوبهم زي ما حرق قلبي. ربنا يحرق قلوبهم زي ما حرق قلبي. ده عيل زي الورد. شوفوه الدنيا كلها زعلانه على ابني، الكبير والصغير زعلانه على ابني، الدنيا كلها بتكلمني، ناس بتجي لي هنا والله ما اعرفها، والله يقول لنا احنا معاكي، احنا اولادك،
والله يقولوا لنا احنا معاك احنا اولادك. حبيبي يا ابني ربنا يرحمك يا حبيبي، ربنا يرحمك، عريس الجنه شهيد، هو ابني ميت شهيد. وكان نفسه عريس الجنه، عريس الجنه كان نفسه والله. كان من فتره كان في فرح ولابس بدله وجايب بيها بدله سمراء، ولقيته بيقول لي ايه رايك هبقى عريس حلو؟ قلت له اه يا حبيبي بس ابقى اجيبها لك بيضه، وفعلا لبسها بيضه، فعلا لبس الكفن ابيض يا حبيبي. هو عريس في الجنة يا حبيبي، وحقك جاي يا حبيبي، إن شاء الله حقك جاي، جبت أمك يا حبيبي يا ابني. نتعرف بحضرتك كده. أنا خالة محمد. حضرتك خالة محمد. أه أنا خالة محمد. طول عمره ما كانش له علاقة لا بجوز أمه أصلا ولا بأمه، يعني هو طول عمره عايش مع جدته أمي، أنا اللي مربياه، ومالوش اي علاقه بحد، حتى اللي قتله ليه خلاف مع جوز الام. هو مين خد محمد؟ بذنبه ليه محمد؟ ذنبه ايه محمد؟ لسه عيل، لسه بادئ، داخل على 20 سنه، لسه بادئ حياته، لسه شاب، لسه في ريعان شباب، لسه يعني لسه لسه طالع، يعني هو يعتبر كان في سن المراهقه، لسه طالع من سن المراهقه سنتين ثلاثه، ولا لسه في سن المراهقه، يعني يعتبر عيل في سن المراهقه، يعني لسه عيل، وده واحد داخل على 40 سنه، يعني بقول لك معدي، ده معدي حاجه و30 يعني. انت بتقولي لي محمد كان بيجهز، كان مسافر القاهره، كان مجهز، راح لواحد صاحبه اسمه فارس، شوف شغلانه هناك ويقعد معايا يتفسح معايا شويه. نزل بقى في كان نازل مجهز حاجته، وقال لي خلي البضاعه معاك كمان انزل اجيب حاجه، وكانت امه طالبه له سندوتش كريب كده جاي ياكل، قلت له خد التفاحه دي يا ابني صبر نفسك ما دام جعان، خد منها قطمه وقال انا جايه 10 دقائق بالظبط هكون هنا، 10 دقائق ديت بعدها بتلت ساعه الخبر جاني، الخبر جاني محمد متعور في المستشفى، متعور. رحنا جينا في المستشفى هنا الدنيا مقلوبه ومش عارفين نخش الناس والحكومه مقفله وما رضوش يدخلونا، في ايه محمد متعور؟ طب انا افتكرت ان في حادثه تانية، محمد متعور خربوش حاجه، حاجه بسيطه يعني، ما اعرفش انه مدبور، فصل رقبته، فصل رقبته، ذبحوا ليه فصل رقبته؟ مش فصل رقبته، ذنبه ايه؟ بيقولوا ذبحوا منها، ذبح كبير قوي، جرح كبير قوي، وهي بيقول لك نزل عليه ضربة اصلا، ده واحد قد يعني اللي اتقتل ده كل على البساط قد في العمر مرتين يعني، اه قد مرتين طبعا، جسمه قليل حبيبي، واللي قتله ده جسمه كبير ضخم، طول بعرض ضخم يعني مش قدك، طب الشطر على واحد قدك في سنك في جسمك، انت كان ضرب على ايديه، ضرب على ايديه وسابه عايش، جاي على عيل صغير يعني، مهما حصل من خلافات او يعني ما يستاهلش، ما توصلش للقتل يعني، ذبح يعني، وبعدين ده ولد، ده ولد يعني تقريبا عاش حياته كلها يتيم، والله العظيم عاش يعني تعبان، وكان يشتغل شويه في المعمار، وشويه في النجاره، وشويه في كافيتيريا، وشويه في سوبر ماركت، وكان بيصرف على بيسعى نفسه، وبيدي سته مصاريف، والله العظيم، والله العظيم كان غلبان قوي، كان طيب ويحب الضحك والهزار، ويحب الكبير والصغير، ويخدم اي حد، شاف ست مش قادره تشيل حاجه يجري يشيل معاها، شاف واحد بيعاكس بنت يقول له عيب انت ما عندكش اخوات بنات، بنات جم قالوا والله العظيم بنات كتير جم قالوا ده محمد دافع عننا كتير، ده كان كذا مره واحد يعاكسني يقول له عيب انت ما عندكش اخوات بنات عيب، مش والله العظيم بنات عدد شعر راسنا جت هنا تقول والله محمد ده اكتر واحد طيب ومحترم في الدنيا، والبنات مقهوره وشباب، الناس كلها بتشهد له بطيبه، كله احنا بجد الدنيا كلها والله العظيم في الجنازه في اطفال من سن 10 سنين واصغر واكبر مفطورين من العياء وينادوا باسمه ويلطموا في الشوارع، لا لا اطفال صعبان عليهم فراق طبعا، أيوة. يعني محبوب من طوب الارض، محبوب من طوب الارض، يعني هو حتى تصرفاته في الحياه سابقه سنه يعني، ولد اه كانوا بيقولوا عليه سابق سنه، ابن موت كانوا بيقولوا عليه الكلام ده، يعني احكي لي كده يعني، بس كاتب على التليفون قبل ما يموت او كان مت تفتكروني، هو حاسس كانت الايام الغريبه دي عمال يبص فينا ويحضن فينا، ورايح يقول لست مثلا ما تزعليش مني يا ست، لو كنت زعلتك حاسس ما بقاله شهر على كده مثلا، بس مش الموتة دي عينه متغربة يعني، تصرفاته زي ما يكون بيودع، اه كان قاعد يقعد يبص كده في البيت، حتى جاي في الفيديو اللي مات فيه عمال يبعد، عاوز يبعد يعني، حاطط ايده في جيبه عاوز يبعد، عاوز يبعد يعني، مرة بس جاله غضب، يقول له مالك يلا في ايه، في يا واد مالك، قول له لسه دلوقتي وحشيني يا خالتي، وراح باسمي من راسي، كان حاسس يا حبيبي شهيد ابن ميت شهيد، قول له انت بقول اصل انا هسافر اشتغل في مصر بقى وهطول هناك شويه، عايزه اجمع نفسي بقى عشان عايزه انزل اتجوز، نفسي اتجوز، يعني انت نفسك اتجوز، يعني هو رايح عشان عايز يبدا بقى يحوش له عشان يتجوز، يعني هو كان حياته ال 20 سنه اللي عاشهم عمر ما في حد اشتكى منه في اي حاجه خالص، وبيعمل توك توك دايما يعني، هو خش على تيك توك هتلاقوه محبوب يعني، هو محبوب طول الارض عنده مش عارف، انا ما شاء الله ب 300
مختلفه على التيك توك عنده مشاهد والناس كلها بتحبه. هو طبعا انت بتقولي هو سابق وراح يشتري حاجات من يشتري حاجات نازل يجيب طلبات وجاي رايح القاهره بقى. هما برازوا في خلق. حضرتك انت كنت فين في الوقت ده؟ ما في البيت كله. كنت موجود هنا في البيت مع عمي تحت في الشقه اللي تحت مع عمي. يعني انت اخر مره شفتيه قبلها بحوالي دقائق يعني دقائق هم 10 دقائق هو تلت ساعه بالظبط يعني سابنا من 10 دقائق قال لي 10 دقائق وجاي تلت ساعه بالظبط من بعد ما مشي كان الخير وكنا رايحين متوقعين انه مش ميت من متعور يعني عربيه خبطته توك توك عوره يعني حاجات في الشارع مش متوقعين انه مذبوح صدمنا يعني. متوقعتيش الواقعة. انا مصدمة انا غطي الامر قسم بالله. وسابب وسابه يعني ساب الواد ميت نزل على ابو خالته قطعه بالسيف. ولا نشرب ولا ساب الواد ميت يعني ساب الواد ميت طب الحق الولا وقطع التاني بالسنجل. ابن خالته كان معاه. يعني بعد ما ذبح الولد ابن خالته اتصعد. الفيديوهات ما هي جايباه. مسكوه ثلاثة وحتى حضرتك لو رايحين يتخانقوا ما يعملش في عيل. مفيش كده يعني حتى لو مفيش كده الاجرام ما يوصلش لكده. هي. ما يوصلش لكده هو حق محمد لازم يجي إن شاء الله. عشان غيره لو حقه ما جاش احنا بنناشد القضاء القضاء بتاعنا عادل يعني القضاء بتاعنا عادل وواثقين فيه والله العظيم وعارفين ان قضاءنا عادل إن شاء الله. وقضاء كويس وعارفين ان حق محمد جاي وان شاء الله باذن الواحد الاحد عارفين ان حق محمد نحتسبه ان شاء الله من الشهداء نحتسبه ان شاء الله عند الشهيدين شهيد فعلا محمد ضحيه الغدر محمد مات من غير اي ذنب ما ارتكبش اي ذنب عشان يموت الموت والله العظيم ما عمل اي ذنب كان قريب منك باسطنبول اه قريب مننا كلنا قريب من صحابه انا قاعده هنا بقالي فتره كنت تعالى شوف صحابه امبارح كانوا معايا على طول كان بيقول لي كان من حوالي اسبوعين قال لي انا عايز اكل نفسي في محشي ورق عنب قلت له والله العامل لك يا ماما وعملت له ورق عنب وعملنا لحمه واتغدينا سوا والله كان حنين قوي كان حنين وغلبان وطيب فرق وصعب اه طبعا اه طبعا والله العظيم لا عارفه انام ولا اكل ولا اشرب والله العظيم ما عارفه انام ولا اكل ولا اشرب ولا عارفه اعيش حياتي ولا عارفه اكمل حياتي انت يا جبت امك والله ما عارفه اكمل حياتي كله مش قادره مش قادره اكمل حياتي كان هو طول رايح وجاي يخرب قلوبكم على عيالكم وكان يناديني باسمي تعالى يا بنتي حقك جاي يا جبت امك مش حقك جاي يا حبيبي قضاءنا عالي يا ابني قضانا عالي يا حبيبي قضانا عادل قضانا عادل ان شاء الله مش عارفين نعيش من غيره والله العظيم ما عارفين نعيش من غيره هو اصلا اللي كان معانا هنا هو اللي كان عامل حس في البيت هو كان عامل في البيت مفيش غيره كان يجي يخبط يما يما يا ستي عايش معانا عايش مع ستي ما عادش فيه مفيش غيره هو كان راجل البيت هنا كان بيعتمد على نفسه على طول باستمرار اه بيعتمد على نفسه كان يجي يدي ست اول ما يروح شغلانه ويقبض يجي يدي ست قرشين ويقول لها ويجيب مثلا يقول لها هاتي كذا واعملي كذا يا ستي ومثلا يجيب مثلا شويه فاكهه يجيب شويه حاجه ويروح يجيب لي طقم طقمين جزمه كان نظيف جدا ونظافه الدنيا فيه انضف حاجه بيجيبها وبيلبسها انضف كان يروح يجيب انضف لبس كان يحوش ويصبر كده ويروح يجيب له طقم محترم طقمين جزمه محترمه وكان يعني ربنا يرحمه برحمته الواسعة يعني مشاهدينا الكرام مشاهدي مصر اليوم في كل مكان مهما كان في سبب ايه ذنبه ايه حتى لو رايحين يتخانقوا زي ما بالناس بتقول ما كانش والله لازم كده برضه لا لا مش كده خالص كله هيبان لو في حقيقة هتبان وحقه هيجي مشاهدي الكرام مشاهدي مصر اليوم في كل مكان يعني دي كانت متابعة من هنا من مركز ابو محمد بنقدم مرة تانية خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل محمد عادل عبد اللطيف زي ما تحضركم محمد عنده 20 سنة شاب يعني اتولد يتيم والده توفى وهو عنده سنة تقريبا كان يعني بيضرب المثل هنا في الشارع زي ما الأسرة والأصدقاء كلهم بيأكدوا بيتمتع بالطيبة ودمسة الخلق رحمة الله عليه شاب كان بيعتمد على نفسه كل حاجة عاش يتيم وراح غدر زي ما الأسرة طبعا بتقول والأسرة يعني المكلومة ربنا يكون في عونها بنقدم لهم خالص العزاء وربنا يرحمه عريس في الجنة رحمة واسعة وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان طبعا الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة وإن شاء الله بالقانون وفي قضاء عادل وقضاء ناجز في مصر وحق محمد هيرجع إن شاء الله بالقضاء المشاهدين الكرام دي كانت متابعة إلى أن نلقاكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.